جائزة الدوحة للكتابة الدرامية في عامها الأول هي خطوة تتبناها وزارة الثقافة والرياضة نحو الارتقاء بالكتابة الدرامية في الوطن العربي، وجعلها من أفضل الوسائل الفنية تعبيراً عن قضايا المجتمع. لقد سعدنا ونحن نطمح إلى تحريك سواكن الكتاب من الجيل الجديد بالخصوص لمدى دفاع الكتاب الدراما مع الجائزة، حتى أن المشاركات فاقت كل التوقعات، وهذه علامة على استمرار النبض الحي في السيناريو التلفزيوني والسيناريو السينمائي والنص المسرحي هي الفئات الثلاث التي تنافس عليها 819 مشاركاً من 29 دولة، وعبر تقنية الاتصال المرئي استضاف مسرح قطر الوطني حفل تقديم الجوائز للفائزين من دول الجزائر، الأردن والمغرب، تكريماً لنصوصهم المتميزة والتي يعول عليها في إثراء الساحة الدرامية في قابل الأيام. نتمنى إن شاء الله أن هذه الجائزة يعني أحد الروافد الأساسية في تشجيع الكاتب العربي أن يكون متحمساً إن شاء الله، ويثق بما يقوم به، ويتشجع أن يقدم أعمال جديدة في الدراما العربية. وطبعاً لا أستطيع أن أقول أن احنا الوحيدين في الوطن العربي، أنا متأكد أن هناك اهتمامات كثيرة في مجالات الدراما، لكن نحن أحد الآن قطر راح تكون يعني أحد المنابر الأساسية إن شاء الله في تبني الدراما بشكل عام. شهد الحفل تكريم الكاتب والمخرج المسرحي القطري عبد الرحمن المناعي تقديراً لمشواره الفني الثري الممتد لأكثر من 40 عاماً من العطاء الإبداعي في مجال الدراما تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً. كما أطفت فرقة مركز شؤون الموسيقى ألقاً خاصاً على الاحتفال بعزف مقطوعات موسيقية لأعمال درامية خالدة في أذهان الشعب العربي على مر السنين. اليوم إن شاء الله راح نتعلم تقنية جديدة وهي الألوان الزيتية، تابعونا. بهدف تعزيز مكانة جامعة قطر على المستويات المحلية والدولية والإقليمية، لطالما اهتمت بتنظيم المؤتمرات العلمية والبحثية المتخصصة. دأبت كليات الجامعات المختلفة على تنظيم المؤتمرات الهامة التي تعتبر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتعزيز الممارسات المميزة وتحقيق الاستفادة المجتمعية من نتائجها وخلاصة بحوثها. تختلف توجهات المؤتمرات باختلاف الكليات ودراساتها، لكنها تتفق على مبدأ التنمية المجتمعية والعلمية، ولم تقف جائحة كورونا عائقاً أمامها، بل استمر عقد هذه المؤتمرات حتى وإن تم بطريقة افتراضية. وقد أعلنت كليتا الهندسة والتربية في جامعة قطر أخيراً عن تنظيم مؤتمر التربية والتعليم الهندسي وتكنولوجيا التعليم خلال الفترة بين 21 و23 من فبراير 2021، وذلك دعماً لبناء القدرات البشرية وتطوير التعليم، وبهدف خلق بيئة تنافسية في مجال تكنولوجيا التعليم. يعد مرض السكري من أبرز التحديات الصحية على المستوى العالمي والمحلي، باعتباره من الأمراض غير السارية الواسعة الانتشار عالمياً، حيث يبلغ معدل انتشاره في دولة قطر 17% من البالغين، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 8%، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة هذا المرض على المستوى الوقائي والعلاجي. وفي إطار جهود وزارة الصحة العامة وشركائها لمكافحة مرض السكري، تم تحديد عدد من الإنجازات الهامة
من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016-2022. ومن أبرزها تنفيذ الدلائل الإرشادية للوقاية والعلاج وتحديد المبادئ التوجيهية والمسارات السريرية، وذلك بإعداد ونشر دلائل إرشادية سريرية وطنية للسكري وتحديد مسارات الرعاية وإعداد خطة تدريبية لجميع العاملين في القطاع الصحي عن مرض السكري. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري، تشارك وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فعالية مسيرة السكري، والتي تنظمها الجمعية القطرية للسكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري، حيث سيتم تقديم استشارات مجانية للجمهور من قبل اختصاصي التوعية ومرشدي السكري، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية على الجمهور. وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من مرض السكري للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، وتعزيز أسلوب الحياة الصحية للمصابين بمرض السكري. حيثما تتلاقى أشعة الشمس مع زرقة البحر، تحضر الرياضات المائية. هذه هي الحال في قطر التي تزدهر فيها هذه الرياضات في أغلب أيام السنة. هنا في فندق الإنتركونتيننتال في الدوحة يقدم نموذج عن واحدة من هذه الرياضات لهواة النوع الغطس. فمن هنا يشق الرياضيون عباب البحر إلى جزيرة السافلية، حيث تجربة الغوص الممتعة لكل الأعمار. عالم جديد مليء بالإثارة والاكتشافات المدهشة تحت البحار، عالم من الجمال في البر لا يوازيه إلا ما في أعماق البحار. فدولة قطر تتمتع بتضاريس ساحلية يبلغ إجمالي طولها 700 كيلومتر، وتتميز شواطئها بطبيعتها وتنوع بيئتها بين الرملي والصخري. وتعتبر جزيرة السافلية القريبة من شاطئ الدوحة واحدة من الأماكن المرشحة لتصبح وجهة سياحية لهواة الغطس، نظراً لغناها بالشعب المرجانية والحيوانات البحرية. هنا يغوص المرء بين الألوان المتلألئة لأسماك وحيوانات وشعب مرجانية في عالم لا يعرف كنهه إلا من غاص في أعماق هذه الجزيرة. هكذا تقدم قطر لسواحها تجربة جديدة تضاف إلى مزاياها ومرافقها السياحية المتعددة على مدار العام. مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين والبنات أحد ركائز الاستثمار بالتنمية البشرية التي قامت عليها طفرة قطر التنموية في السنوات الأخيرة. المدرسة تلعب دوراً بارزاً في خطة إعداد كوادر قطرية فاعلة في مجالات متنوعة يكون لها الدور الرئيس في تحقيق رؤية قطر 2030. وتعمل مدرسة قطر للعلوم المصرفية وفق رؤية ورسالة واضحتين تهدفان إلى تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة. ولأن الشراكة بين القطاع المالي والقطاع الأكاديمي أساسية لتطوير الحاضر الزاهر الذي تعيشه قطر والمستقبل الواعد للدولة، كانت مدرسة العلوم المصرفية نتاجاً مميزاً لهذه الشراكة، يخلق جيلاً من المتعلمين جاهزاً لسوق عمل بمعايير دولية ومواكباً للتطويرات العالمية في مجال العلوم المصرفية والتقنيات المعلوماتية.
إيجاد الحلول والمقاربات للتقلب على التحديات الصحية منها جائحة كورونا من بين أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم في نسخة هذا العام مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية الذي يعقد افتراضيا بسبب فيروس كورونا. لقد أثبت لنا أنه لهزيمة الفيروس علينا أن نعمل معا، والعمل معا في مقدمة الابتداع والابتكار هو صلب موضوع مؤتمر وش. أتمنى لكم أياما ممتعة، وأتطلع إلى الوقت الذي سنلتقي فيه من جديد في مدينة الدوحة، هذه المدينة الرائعة. هذا إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى مثل تغير المناخ والصحة في الفعاليات الرياضية والعلاج المناعي والعلاقة بين الصحة النفسية والتكنولوجيا الرقمية وكيفية حماية الأنظمة الصحية من الهجمات السبرانية. هذه السنة احنا اخترنا 10 موضوعات رئيسية انها تكون جزء من المنتديات وش لهذا العام، تتعلق في قضية التغير المناخي والصحة، التغير المناخي والأمراض الانتقالية، تحدي طبي في استضافة البطولات الكبرى، الأمن السبراني في الصحة. موضوعات يتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات ورؤى علمية حولها تسهم في الاستفادة من جهود الخبراء وصناع القرار لمواجهة مختلف التحديات الصحية ذات الصلة بموضوعات هذا العام. ما يميز أبحاث وش أنها قاعدة تساهم في نشر أفكار وابتكارات قائمة على الأدلة والبراهين، واللي راح تكون مساندة حق الأنظمة الرعاية الصحية حول العالم في كيفية التصدي لهذه التحديات. ويهدف المؤتمر إلى التأثير في سياسات الرعاية الصحية من خلال عرض الابتكارات التي من شأنها أن تحدث تغييرا إيجابيا في مجتمعات الرعاية الصحية حول العالم. بحضور عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وطلاب الجامعة، نظمت وزارة الثقافة والرياضة الجلسة الأولى من سلسلة الجلسات التاريخية التي انطلقت تحت عنوان الأحداث التاريخية في قطر، تحديات واستجابات، وذلك على مسرح قطر الوطني. وجاءت أولى الجلسات التاريخية بعنوان القطريون بين الفعل وردة الفعل، مقاربة تاريخية. تحدث فيها الكاتب والباحث خالد بن غانم العلي، وتناول المحاضر في هذه الجلسة الدور البطولي الذي سطره القطريون بكل مكوناتهم وشرائحهم. واستعرض الباحث العديد من الوثائق التاريخية لمؤرخين أجانب تثبت دور أهل قطر في الحفاظ على كيانهم وبناء دولتهم، وخاصة الوثائق البريطانية والعثمانية، بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى. الهدف منا أن احنا يعني نسترجع هذا الماضي، هذا الإرث، خاصة أن تاريخ قطر يعني فضل الله يعني لن تجد فيه خلنا نقول نقطة سوداء، يعني في أغلبه تاريخ قطر نقي مليء بالقيم، سواء تتعلق بكرامة الإنسان أو تتعلق أيضا بالآخر. وفي تعقيب لسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، أوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذه السلسلة إلى التأكيد على لحمة أبناء الوطن، وأن الجميع في سفينة واحدة، وأنه كما حمل الآباء والأجداد هذه السفينة فإن جيل اليوم عليه أن يتحمل المسؤولية كل في موقعه. أتمنى أن هذه الأحداث التاريخية إن شاء الله بتشوفونها يعني في الأيام القادمة نستفيد منها في تكاتفنا، في تخطيطنا، في تميزنا، في عدم اعتدائنا على الآخرين. هذا الهدف من التاريخ. فعلا الأموات يحركون الأحياء، لكن احنا أيضا نبي نقول ان احنا يعني ما نبي أيضا نميت الأحياء بسبب الأموات. تتضمن السلسلة 5 جلسات بواقع جلسة أسبوعيا، وذلك في الفترة التي تسبق الاحتفال باليوم الوطني للدولة الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام. هذه الجلسات تسلط الضوء على منعطفات التاريخ الوطني، وتقدمه برؤية معاصرة وبأدوات تحليلية تكشف للجيل الحالي وللأجيال القادمة مقومات الهوية الوطنية وشروط تقدم المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرتنا اليوم عن تنصيم برنامج الويندوز على جهاز الكمبيوتر، تابعونا.
ويندوز هو عبارة عن نظام تشغيل أصدرته شركة مايكروسوفت لتشغيل أجهزة الحاسب. الحين راح نبدأ في خطوات تنصيب الويندوز على الجهاز. الويندوز راح ممكن تحصله عن طريق اليو اس بي فلاش يو اس بي أو عن طريق السي دي. هذه الخطوة الأولى، نختار نوعية الويندوز. السيت اب مالنا 64 بت، راح ننتظر فترة بسيطة. بين خطوة وخطوة راح يكون فيه لحظات بسيطة للانتظار. طبعا لأن عندي الويندوز باللغة الإنجليزية فاخترت اللغة الإنجليزية. وبالنسبة للوقت، اختيار وقت البلد اللي أنت فيه. طبعا بما أن احنا في قطر، اخترنا وقت قطر مع مدخل اللغة. هنا راح نضغط على انستول. طبعا نقدر نستخدم الويندوز الحين فترة 90 يوم 3 شهور من غير برودكت كي، لأن أحيانا يكون عندك نسخة الويندوز ناقصها البرودكت كي. فاحنا هنا نضغط عند I don't have product key. بعدين لو نلاحظ لستة نظام الويندوز، عندنا ويندوز 10 هوم، 10 education، و10 برو. طبعا كل ويندوز او كل نظام ويندوز يفرق عن الثاني، فاحنا افضل شيء راح نختار ويندوز 10 برو اللي هو البروفيشنال. الحين نختار على accept license term. لو نشوف هني خيارين، عندنا الابجريد والكاستم. الابجريد هو عبارة عن انت اصلا عندك الويندوز بس تبي تسوي له ابجريد او تحديث للويندوز. احنا راح نختار الكاستم لان احنا اول مرة ننزل ويندوز على الجهاز. طبعا هني المساحة عندنا متبقي منها 549 ميجا بايت. الاساسية عندنا البرايمري لو نشوفها 49.5 جي بي، هاي مساحة الهارد ديسك عندنا. والحين ننتظر تنزيل أو تنصيب الويندوز في الجهاز. الحين راح نختار البلد اللي احنا فيه، قطر طبعا. هني اختيار الكيبورد اللي راح نستخدمه، عندنا الكيبورد الأولي اللغة الإنجليزية. راح نختار الكيبورد الإضافي أو سكند كيبورد، الكيبورد الثاني راح يكون اللغة العربية عشان نقدر نغير في كتاباتنا سواء بالإنجليزي أو بالعربي. طبعا هني اختيارنا للست اب راح يكون في عندنا البيرسونال يوز، يعني استخدام شخصي للكمبيوتر. تقدر تسوي أكاونت أو ممكن تخليه اللي بعده إن شاء الله. ضغطنا على كلمة أوفلاين أكاونت لأن ما راح نضيف أكاونتنا الحين، نقدر نضيفه فيما بعد. الحين راح نختار اسم للجهاز أو اسم للمستخدم. لما تيجي تفتح جهازك، جهاز الكمبيوتر، راح يطلع لك اسم ومع الباسورد. فإحنا نختار اسم، وأنت مخير أنك تحط الباسورد أو ما تحط الباسورد. بما أن كمبيوترك الشخصي وما تبي أي شخص مثلا يفتح الجهاز ويتعبث فيه، فحط أفضل لك أنك تحط الباسورد. تأكيد للباسورد. طبعا راح يعطيك أسئلة عشوائية في حالة نسيانك الرقم السري للجهاز، راح يتأكد من أنت صاحب الجهاز أو لا، فأنت تختار الأسئلة العشوائية. طبعا هذه خطوات مهمة أن احنا كمستخدمين أو كمنزلين للجهاز أو استخدام الجهاز الكمبيوتر، أني أحافظ على خصوصياتي في جهاز الكمبيوتر، فأنشأ اسم الجهاز ومع رقم سري خاص فيني. والحين كمبيوترنا جاهز للاستخدام بنظام ويندوز 10، ونشوفكم إن شاء الله في فقرات قادمة. السمع نعمة كبيرة من الله لا يدركها إلا من فقدها. مؤسسة حمد الطبية تعمل جاهدة على تقديم خدمات علاجية متقدمة لمرضى ضعف السمع. فمنذ تأسيسها ساهمت وحدة السمع والتوازن في توفير معينات السمع وتقديم برنامجاً كاملاً من الإجراءات التشخيصية والعلاجية،
حيث توفر خدماتها للبالغين والأطفال المصابين بضعف أو فقدان السمع. ومن الأهمية الكشف عن ضعف أو فقدان السمع لدى الأطفال في مرحلة مبكرة من عمرهم، حيث يؤدي ضعف السمع إلى تأخر في تطوير مهارات الإصغاء والقدرة على الكلام بشكل طبيعي. مؤسسة حمد الطبية قامت بإجراء حوالي 400 عملية زراعة للقوقعة في قطر منذ انطلاق البرنامج بنسبة نجاح بلغت 100%. وتعتمد كفاءة العملية على مدى تعاون العائلات في رعاية أبنائهم في مرحلة ما بعد إجراء عملية الزراعة. ويتم إجراء حوالي 8 عمليات زراعة للقوقعة شهرياً معظمها للأطفال. كما يضم قسم السمع والتوازن عيادة خاصة لتركيب المعينات السمعية ومختبراً لتصنيع قوالب السماعات وصيانتها، ويعد هذا المختبر الوحيد من نوعه في المنطقة. الفخامة والرقي هو عنوانه، والتسويق لنمط حياة فاخرة هو أهم أهدافه، وترويج لقطر باعتبارها مركزاً إقليمياً للفخامة والحرفية عالية المهارة. معرض قطر للقوارب هو أحد الفعاليات الفاخرة التي سيستضيفها مرفأ بورتو أريبيا مارينا في مدينة اللؤلؤة، المتوجة بجوائز عالمية تضعها في أعلى تصنيف المرافئ البحرية في العالم. وفي نسخته السابعة أفخم اليخوت والقوارب في قطر ستكون حاضرة في عرض متفرد يتيح لعشاق البحار والمصنعين اكتشاف أكبر جوانب منتجات وخدمات الصناعة البحرية. وبوصفه منصة فريدة لعرض أحدث المنتجات والخدمات في هذا المجال، سيجمع معرض قطر للقوارب بين أفضل المصنعين العالميين مع أفضل مزودي الخدمات للوكلاء المحليين والمزودين والمشترين عبر اللقاءات الاجتماعية التجارية الحصرية التي ستعقد ضمن فعالياته، والتي ستنطلق في 16 من الشهر الجاري وحتى 20 منه. مدينة شارب هي قلب الدوحة التي ينبض بكل ما هو جديد، فلقد جمع بين أفضل مقومات التراث مع التقنيات المبتكرة ونمط التفكير العصري للخروج بلغة معمارية جديدة توفر للأجيال الحالية والأجيال المقبلة مستويات معيشية عالية. ويعتبر مشروعاً رائداً فريداً من نوعه، يعيد الحياة إلى المركز التجاري القديم في الدوحة، ويهدف إلى أن يكون نموذجاً يقتدى به ومعياراً تقاس به المشاريع الأخرى حول العالم التي تسعى لتطوير أواسط المدن بشكل يوفر لها مقومات الاستدامة. ويمتاز المشروع بموقعه الجغرافي، فهو في قلب الدوحة، ليكون بذلك حلقة الوصل بين أطراف مدينة تشهد تحولات دائمة. ومن أبرز المزايا الأخرى لموقع مشارب أنه محاط بالأسواق، من بينها سوق واقف، والذي يعتبر من الوجهات المفضلة للمتسوقين والسائحين في الدوحة. مدينة مشارب تجسد الولادة الجديدة لوسط مدينة الدوحة، كما أنه يحيي التراث المعماري لدولة قطر، ويأتي أيضاً في ظل مشروع الرؤية الوطنية لعام 2030، والذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة. مدينة مشارب هي رؤية مستقبلية بنكهة من الماضي، والتي تهدف إلى الارتقاء بنمط الحياة وضمان استمرار تطور التراث القطري والثقافة القطرية. سحر أخاذ، إطلالة بانورامية خلابة على ساحل الخليج العربي بمياهه الصافية تأخذك في عالم من الجمال.
قليل من الكلام يعجز عن وصف الكثير من روعة المنظر وجمال المظهر الذي يتميز به منتجع شاطئ سيلين، الوجهة الترفيهية الأولى في قطر. هنا حيث تجتمع مقومات فريدة في مكان واحد، حيث الموقع الفريد الذي يوفر فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية الساحلية والصحراوية، بجانب الإقامة المتميزة التي تستهوي عشاق المأكولات الفاخرة وترضي جميع الأذواق. وسائل الراحة والمرافق الترفيهية عالمية المستوى تمنح النزلاء تجربة إقامة فاخرة. مزايا حصل على إثرها منتجع شاطئ سيلين على جائزة أفضل منتجع خاص فاخر لعام 2020 على المستوى الإقليمي، وذلك في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة 2020، ليعزز المنتجع بذلك مكانته كوجهة ترفيهية رائدة في قطر والمنطقة. كل عام يبدأ فصل الشتاء ليذكرنا بالمعاناة المضاعفة للفئات التي تعاني من الفقر عبر العالم، حيث تكون الحاجة ملحة لتلبية احتياجاتهم. الهلال الأحمر القطري كعادته في كل عام، وانطلاقاً من واجبه الإنساني، دأب على تخصيص حملات مواجهة برد الشتاء، وهذا العام وتحت شعار كرم يصون كرامتهم. أعلن الهلال الأحمر القطري مجموعة من المساعدات تنقسم إلى أقسام: مساعدات غذائية في صورة سلات غذائية لتغطية احتياجات الأسرة الواحدة لمدة شهر. القسم الثاني من المساعدات يركز على المساعدات غير الغذائية ومستلزمات التدفئة. هذه المشاريع تنفذ مع الجمعيات الوطنية المضيفة. كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم أهل الخير ورجال الهلال الأحمر القطري.